اهلا بيكم. النهارده هنشوف مع بعض ازاي نعمل كوفرتد بيبي مع الزعبود او الكابتشو. اذا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا ويلا بينا. عشان نعمل الكوفرته دي هستخدم النهارده قطعه من قماش مطاط زي الجل ده، كمان بيتباع بالمتر. القطعه دي 36 في 36 انش مربعه. ما بحبش اعمل الحاجات الصغيره قوي للبيبيهات المولوده لانه الطفل وزنه بيتغير كل اسبوع تقريبا، فعشان حاجه تكفيه طول السنه الاولانيه مقص اول حاجه اللي هتقصي وتقطعي بيها، حاجه نعمل بيها الكورنرز اللي هي الزوايا ندورها بيها، مش لازم المسطره دي، ممكن طبق وشويه دبابيس. حاضريت البيه اللي بيبقى ده شكله. هنحتاج قطعتين كل واحدة 10 × 10 انش مربعين. دي قطعة الكابتشو لو هنعملها هندور الطرف بنفس الطريقة. هنشوف احنا استخدمنا ايه عشان ندور طرف الكوفرتا، هنستخدمه هنا كمان بالشكل ده. نخلي الكيرب على شمالنا او على يمنا حسب الايد اللي بتستخدميها، وهناخد خط بالورب من الكورنر للكورنر اللي قصاده عشان نقص. هنقص على الخط ده قطعتين بتوع الكابتشو، هندخلهم مع بعض جوه شريط البيه في النص بالظبط، ونقفل ونثبت بالدبابيس ونتأكد ان قدام زي ورا في نفس المساحة، لان لو اتطرف شوية الخياطة هتسيبه ويبقى الخياطة على القماش بس. فهثبته كويس بالدبابيس واتاكد انه في النص بالظبط، وهخيط بلون قريب من اللون ده. قطعه الكابتشو مع طرف الكوفرتا بس عشان لما اجي اثبت بالبيه في الاخر خالص يبقى عندي تحكم كويس جدا في القماش، بس خياطه بسيطه جدا من الطرف ده للطرف ده بالشكل تتهالي، وهتسهل عليا شغلي ومش هتبقى باينه. ثبتنا شريط البيه على طول الكوفرتا كلها. اتمنى انكم تشتركوا في القناه عشان الفيديوهات اللي جايه. اعملوا لايك للفيديو، كومنت لو محتاجين اي حاجه في البروجكت ده، لو محتاجين اي مساعده فيه او اي نقطه مش واضحه، واشوفكم المره الجايه.